اليوم سألناكم مشاهدينا بهاشتاجنا عن أرقام التليفونات اللي يمكن تكونوا حافظينها. الحفظ أمر بيعاني منه كتير من الطلاب بالجامعات والمدارس، وعلى قد ما هو شيء صعب على قد ما فينا نلاقي طرق كتيرة لحتى نقدر نحفظ بسهولة وبسرعة، وبكتير من الأحيان التكرار لحاله ما بيفيدنا يا رنا، لهيك في أشياء تانية لازم ناخدها بعين الاعتبار. بخبرية اليوم رنا رح تخبرنا أسهل الطرق لحفظ المعلومات. تفضلي رنا. شكرا ورد. رح نحكي لكم عن عدة طرق للحفظ السريع واللي حددوها أكيد الخبراء. رح نبدأ بأول شيء، لحتى تتمكن من الحفظ بشكل جيد ودقيق لازم تستعد. كيف يعني؟ يعني لازم تركز على المكان اللي بدك تحفظ فيه، فلازم هذا المكان يكون مريح وبعيد عن الضوضاء وفيه راحة نفسية، وأكيد ما تنسى أنك تجهز كاسة شاي قبل ما تبلش بالحفظ، لأنه هي بمثابة محفز طبيعي لتحسين الذاكرة. تاني نقطة، فيك تسجل اللي بدك تحفظه كمقطع صوتي وترجع تسمعه قبل ما تنام أو لما يكون عندك شغل مثلا بالبيت. هالأمر مفيد جدا لحفظ المعلومات والدروس وأيضا المحاضرات. ثالث نقطة، قبل البدء بمحاولة الحفظ يفضل كتابة النقاط الأساسية، لأنه هالعملية بتسهل عليك الحفظ، وفيك تعمل هالشيء أثناء الاستماع للصوت يلي سجلته، لأنه بيساعد على ترسيخ كتير من الجمل بذاكرتك. رابع نقطة، هلأ وصلنا أكيد لأهم مرحلة وهي التكرار. لازم تكرر كل سطر من النص عدة مرات، وحاول حتى أنك تتذكره من دون ما تطلع على الورقة، وبعدين طبق فكرة الحفظ التراكمي عن طريق إضافة المعلومات الجديدة للشي يلي حفظته من قبل. خامس نقطة معنا، فيك تكتب كل شيء حفظته على ورقة وقلم، وتخيل أنه أنت بامتحان، يعني ما تضغط على حالك، بس كمان أكيد ما تضيع الوقت، فأفضل شيء هو الاستقرار على وتيرة مناسبة أثناء الحفظ، لأنه أكيد محاولة يمكن أخذ أكبر كمية من المعلومات بوقت وجيز مانا فكرة جيدة. سادساً، استعرض يلي حفظته على شخص مثلاً، يعني فيك تشرح معلوماتك بارتجال وثقة عالية، وإذا حتى ما لقيت حدا ممكن يسمع لك وقف قدام المراية، وهالشي بيعطيك ثقة أكثر بالشي يلي حفظته. أخيراً، بس تخلص هالخطوات كلها خد قسط من الراحة واسمح لعقلك بأنه يتنفس شوي، مثلاً فيك تطلع أو حتى تعمل مشوار صغير بدون ما تفكر بكل المعلومات يلي حفظتها. آخر نقطة مهمة جداً يا رنا، أنه أنت حفظت لا تختبر حالك بلحظة اللحظة، يا ترى أنا حفظت 100%. عطي حالك استراحة، صح؟ نام، فيق تاني يوم، رجع استذكر المعلومات. لهيك المراجعة على المعلومات خاصة للطلاب كثير مهمة أكثر من الدراسة للمرة الأولى. وكثير من الناس بيقولوا أنه أنا داخل من الدراسة، صح، خليني أنزل ألعب شوية رياضة، كمان هذا الشيء مهم